أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من اتعلمت إيه النهاردة. ضيفي النهاردة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بشادي، طبعا ده أستاذي ومعلمي وأبي، يعني هيعلمنا النهاردة يعني إيه إحسان، إزاي أكون من المحسنين، ومين هم المحسنين أصلا. القرآن بيتكلم عن الإحسان كأعلى درجات الإيمان والإسلام، لما يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. معنى كده إنه هو أسلم وبقى مؤمن وبعدين اتقى، وبعدين اتقى لمقام الإحسان. وهو أعلى مقام ممكن أن يصل إليه المسلم، ومقام الإحسان هو مقام التسليم المطلق، كأنك ترى الله. إذا لزمت هذا المقام سوف تصل إلى مرتبة بعض النبيين. ربنا وصف سيدنا يوسف بالإحسان، ووصف معظم الأنبياء في القرآن بالإحسان. إذن هو مقام عالي يوصف به الأنبياء. هل نستطيع أن احنا نصل لهذا المقام؟ نستطيع بأن نسلم لله كل أمورنا. الأول نؤمن، وإحنا الحمد لله مؤمنين، لكن عشان يزداد إيماننا ويثبت في قلوبنا لازم نسلم لله تسليما كاملا. أدام سلمنا يبقى دخلنا مقام الإحسان، وهو أعلى المقامات التي يسعى إليها المريد. الحقيقة أنا كنت وأنا طالب قاعد وساكن جنب ستنا زينب، فكنت بخرج أركب مواصلات من ستنا من الميدان قدام الجامعة، فكنت أرى فتحة أخش أزور، وكان في واحد نظيف جدا ودقنه بيضة وجميل ولابس نظيف، كل اللي بيقوله سلم تسلم. سلم لله بدون قيد ولا شرط. قعدت 10 سنين وانا من مثلا 17 سنة 18 سنة لحد 22 سنة رحت، فابتديت اسأل ليه هو بس الكلمتين دولت هما اللي، فلما قريت الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن، عرفت وتيقنت إنه غاية الإسلام هو أن نسلم لله بدون قيد ولا شرط. سلم تسلم. سلم. شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بشادي، ولنا لقاءات إن شاء الله مع بعض مرات أخرى في مواضيع أخرى، وأنا شخصيا اتعلمت حاجة جديدة النهاردة، وتابعونا في بقية حلقات البرنامج إن شاء الله. لا أنا لازم أتفهم.